أحسن الله إليكم الشيخ. السائلة ألف عين عين بعثت بمجموعة من الأسئلة تقول أرجو الإجابة عليها. أول سؤال في رسالتها تقول: ما الحكم في صبغ الحاجب وتثقيله بالكحل؟ أفيدونا في ذلك. لا يجوز العبث بالحواجب، الواجب على المرأة أن تترك حواجبها ولا تعبث بها، لا بصبغ ولا بتشقير ولا بقص أو نمص أو حلق أو غير ذلك، فإن هذا مما زينه الشيطان لكثير من النساء، لما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة المغيرات لخلق الله، فإن الشيطان أغراهن بمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم العبث بحواجبهن، كما أغرى بعض الرجال أو كثيرا من الرجال بحلق لحيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحى وأمر بتوفيرها وإرخائها وإرسالها. الشيطان يحرص على الأمور المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويزينها للناس، نسأل الله العافية والسلام. نعم.